النهاردة بالليل بتشهد سماء مصر والوطن العربي ظاهرة فلكية، وهي ذروة تساقط شهب التنين. ده في مشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة بدون الحاجة لأجهزة رصد خاصة. كل حد ده طبعا يعني أكيد في ناس كتير بتهتم بيه، اللي هم بيعلموا عنه معلومات، وإحنا طبعا حابين نكون معكم دايما في الصورة ونعرف فحوى الخبر اللي إحنا لسه يعني قايلينه لحضراتكم منذ قليل. فإحنا معنا على التليفون الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ هشام وبالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يمكن في البداية عايزين نعرف أكتر عن شهب التنين دي ونتج عن إيه، وهل دي ممكن يكون لها أي تأثير ضار على أي مكان بتسقط فيه ولا لا؟ طيب بداية هي يعني إيه الشهب اللي بتنزل والزخات بتاعتها؟ الشهب دي عبارة عن فتات من الكواكب والنيازك اللي موجودة في الفضاء الخارجي. بيحصل لها يعني بتتفتت وبتتلاشى وبتبقى حجمها صغيرة بحجم الرمال الصغيرة. على حسب الوقت بتاع سقوطها أو اقترابها من الأرض بتاخد الاتم. يعني احنا حاليا الزخات اللي موجودة بقى يومين والنهاردة الذروة بتاعتها هتنتهي بعد يومين كمان. دي اسمها التنين نظرا لمجموعة الكواكب اللي هي مجموعة التنين. في برشويات دي بتبقى في شهر أغسطس. في كل فترة أو كل مجموعة من الزخات ليها المسمى بتاعها. إجابة على سؤال حضرتك إن هي لها أضرار أو حاجة، إن شاء الله ما يكون لهاش أضرار. زي ما وضحت لحضرتك وللسادة المشاهدين، هي حجمها بيكون صغير يعني قد حبات الرملة أو أكبر شوية، وبمجرد ما بتدخل الغلاف الأرضي بتتلاشى. لو حضراتكم يعني شفتوا الشهب وهي نازلة يعني بالعين المجردة كده، مجرد ما بتقرب من سطح الأرض بتختفي الإضاءة بتاعتها وبتبقى ما لهاش أي تأثير ضار على حد إن شاء الله. هل هي ليها جانب مضيء ولا هي معتمة؟ بيكون شكلها العام عامل ازاي؟ هي دخولها هي زي الرمال العادية بس يعني الرمال. احنا بنقول الناس ممكن تلحظها وهي بتنزل على سماء عدد من الدول، هي عادية خالص مش مضيئة ولا أي شيء. الناس بتلحظ الإضاءة بتاعتها اللي بتعملها في الغلاف الجوي وهي نازلة، لكن الجسم نفسه مش مضيء، غير مضيء. تمام. احنا بقى كفلكيين بنستفيد من القصه ديت بالارصاد اللي بنقوم بيها. عندنا في المرصد تبع المعهد في مرصد فلكي بصري للحطام الفضائي ومخلفات الفضاء، بالاضافه لعندنا شبكه من الكاميرات المتخصصه طبعا لرصد زخات الشهب دي واي جسيمات موجوده في الفضاء الخارجي قد تخترق سماء الارض وتحديدا في الجزء اللي بيغطي مصر.